انت ايضا امراه بتمارس نفس الرياضه الباور ليفتنج، يعني استفزوا ضيفات النساء قبل شوي، قال انه مش ممكن يعني يكونوا بهالقوه. انت بنفس الرياضه شو تعليقك على كلام علي؟ يعني بليز بس عد لي السؤال حتى استوعب اكثر. انت يعني شو موقفك من كلام علي؟ يعني علي ايضا باور ليفتنج وانت ايضا باور ليفتنج، هل تجوز المقارنه بين رجل وامراه؟ هلا ما بتجوز، بس ولكن الامراه كمان عندها قوه. هو يشكك بقدرات النساء. شو رايك؟ يعني حسب هو. طلعي فيه. اسم الله عليه. شو؟ جود. شو خفتي؟ لا مش خفت، مش قصة انه القوة كل شيء بالنسبة. تسمحي انه علي يشكك بقدرتك؟ لا. المرأة ايمتى بتستعمل قوتها البدنية؟ لما بتكون ايضا بتعمل باور ليفتنج؟ اكيد لما بيلزم. يعني ايمتى؟ يعني لما بكون انه يعني بيمرق وقت انه لازم تكون قوتها موجودة. هلا بس اذا انا كرايي انا الشخصي، نعم، قويه المراه بهيدا. هلا عم نحكي عن الرياضه البدنيه، قد ايه فيك تحملي انت عبير؟ كرفع اثقال. لاي اوزان وصلتي؟ يعني ذا تشيست 110 كيلو. واو. 110 كيلو، صدر 110 كيلو. بونج جلس. شو عم بتقول؟ غلط غلط 600 غلط. ليه؟ شو عم تهزمك انا؟ ليه؟ شو ما بتشيل 110 كيلو انت؟ ليه؟ انت بتشيلي انت 40 كيلو بس. 40 كيلو. اوكي اوكي. ابطال العالم، سوري لحظه، سوري سؤال، اسمعني، ابطال العالم ببلشوا بالزيرو لحتى يصيروا بال100 وما فوق. سؤال صعب. بطلت عرب، معلش. مايا مساء الخير. مايا مساء الخير. مايا انت لا بطلت عرب عم بيقول علي، انت لاي وزن فيك تحملي؟ يعني كنا عم نحكي عن الباور ليفتنج. اكيد مش 110 حملت، اكيد انا حملت. في بروفت. هلا في شغله. في الكوتش. الكوتش ان شاء الله يكون سامعني ويشارك نبيل رمضان. يعني ما بدي افوت بهالشيء. بوجه له تحيه بكندا. ما بدي افوت بهالشيء. وفي خيي كمان. انا وصلت. يعني عبير، لا عبير انا اكيد مش عم شكك، ولكن يعني هون صار ساعتها مثل يعني عدو كار يمكن صار عم نحكي، ولكن مش عم شكك ب 110 علي. اذا بتريد انت مايا ما يعني انا ما طلبت تعطيني رايك اذا عبير بتحمل 110 او لا، بحترم راي عبير، ولكن بتسالك انت قد ايه فيك تحملي؟ انا وصلت لل 60 كيلو. وصلت لل 60. كنت احمل، كنت احمل اكثر، بس كانوا يساعدوني لاوصل لل 60 كيلو. بتقولي هيك وصلت يعني بالماضي عم تحكي. ليه بالماضي؟ لانه حسيت حالي يعني وصلت لمرحله بينوا عضلاتي بلشت مشيتي كثير، تصير كثير غلط. يعني طلعت على حالي على المرايه، عضل هون عضل هون عضل هون عضل، اكيد غلط البنت، اكيد غلط يبينوا عضلات. لكن انت بترفضي كلام انا سوزي اللي عملته هلا حسيته رقص وتعبيط وتبويق الصراحه. وعن لا انا عم بحكي عن ناهد كانت تقول انوثه المراه بعضلاتها. اكيد لا، اكيد لا. اذا انوثه بالعضل طب شو خلت للرجال؟ هلا حسب كل واحد عنده راي، صح ولا لا؟ كمان شغلي عن عزة. نعم. طلع بايديها، مش ايدين بنت، طلع بقعدتها، بحكيها، بضحكتها. لا ما بدنا نحكي، ليه يعني لا ليه؟ لا عم بحكي انا، هن عم يدافعوا. اذا بدك انا اتخانق معك واعمل فايت، انا اكيد بكسرك. بكسرك؟ أنا اكيد. انا شفتك عم ترقصي هون. انا اكيد اكيد هون مش جاي لحتى فرجي براتي على يعني. على مدربه مثلا، نحن عم نفرجي كنا ديمونستريشن كيف بصير التمرين، بس وقت اللي بيكون في شيء جدي لازم خبط بخبط اكيد. خليت شوفني قبل يعني، خليت تتحداني كنت قبل مش هلا. ما تحكي عزت. شو عندك رد على كلامي؟ يعني هلا انا ما بعذرها لانه هي قاعده بقلب القالب تبع المجتمع الذكوري، بدها تحكي مثل العالم. ولكن هي ايضا كانت تعمل باور ليفتنج. بس ولكن السؤال هون يعني ايضا ما كانت تعمل باور ليفتنج وحايزه على الالقاب. بدي اقول لك شغله، انا بدل ما تجي تقول لي والله يا عزه ايديك انتزع، والله يا عزه جسمك انتزع، قاعده المفروض انت تقومي ترفع ايدي، انا بطله عالم رافعه اسم وطن عربي. اكيد يعني سوري انا سنين بطله. تجي تقولي لي والله عزه بطله لبنان أنا مش لا تجي تقولي لي عم بلعبوا على الضيق. عفوا انا لا عفوا تفضل تفضل. انا حبيبتي انا هي ما عندي مشكلة. شو حركة؟ هيدي حركة لا اذا بتريدي مايا اذا بتريدي، ولكن مايا ولكن مايا بس دقيقة سوزي، ولكن عزة حملت يعني اسم بلادها وحصلت على اسم. لا انا انت في شغلة ما بتحترمي الابطال، لذلك انا بعذرك ما بزعل منك. استاذ مايك سوري 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 سوري
نعم يعني مايا بالاخر. لا 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 الاخ علي الاخ علي دي بس سوزي 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 اكيد سوزي 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 نحن بنحترم مهاراتك مش هيك. انت موجوده معنا الليله في الاستوديو وشكرا لك وعزه الاخ علي. عفوا الاخ علي انت عزه ايضا ايضا ضيفي عزه دقيقه تحكي كلمه انت انت ايضا ضيفي عزيز وبحترم جدا وجودك. الاخ علي حكى كلام لا كل الوقت عم نختلفنا بس ما حكى كلام ما في احترام. انا كثير احترمت رايه رغم انه عم بيحاول يجاكلنا ونستفزه وكذا بس ما اجى قال انتم ما انكم مثلا صاحبين انجازات. ليه؟ لانه بيقدر البطل. انا ما حكيت انه انت انا لا ولكن ما بدنا نشيل ما يجب تريدي ما يجب تريدي بدنا ايضا منزوعين وارجيك ما ايضا بدنا نحترم انجازات عزت انجازات الكل يعني وسوزي والكل. انا بنتي بطله عالم ثلاث مرات حامله عالم ما يجب تريدي اوكي انا ما هذا الكلام اذا بده يكون ثمنه جسمي فما بدي اياه ما بدي جسمي انا اذا بدي اعمل بطوله عالم. تحيه تحيه لعزت ايضا كمان ولا سوزي ولا الابطال. طب مالك بس بدي اسالك سؤال تفضلي انا لشو لا ما تساليني سؤال مايا اذا بتريدي مايا اذا بتريدي انا لشو بنت عزت اعمل بطولات لبلدي عزت شكرا لك شكرا كلمه كلمه نعم هلا البطل بيت عم تلعب الاوزان الثقيله بيعمل العضل مثل عم تحكي لوين قمت بس الدموازيل بس الدموازيل بتعمل حديد على الرايق يعني عم تعمل جمال جسماني بس هي عم تعمل تفضلي خليني احكي ناهد لا عم نبدا هلا هي عم تحكي عم تقول عضل هون لو التدريب اللي عم تعمله صح لو الطريقة اللي عم تتدرب فيها صح ما وصلت للي هي منا راضية عنها بتعمل بأوزان كبيرة لا ما تزغل أوزان كبيرة عم نطلع أوزان كبيرة علي معك احنا أوزاننا منا بالحلقة واطية بالحلقة أوزاننا بالحلقة منا واطية هي تدريبة غلط لو وصلت للي دقيقة سوزي عزت دقيقة علي أنا طبعا بحترم بأعراض وعين إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية turn on notifications لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة وتابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.